مساء الخير وكل سنة وانتم طيبين وحشتونا. بحس كتير ان احنا بنطلع في رمضان يعني ايام قليلة جدا، فبيوحشنا الشغل كل يوم وهنا العاصمة والجماهير اللي بتستنانا والناس كل مشاهدينا اللي بيستنونا والاخبار اللي بنحس ان احنا لازم نعلق عليها ولازم يكون نقدر ان احنا نوصلها للناس. وحشتونا، عندنا 3 أسابيع من العمل قبل ما ناخد اجازتنا السنوية في اغسطس. هنحاول ان احنا خلال هذه الأسابيع الثلاثة إن احنا نقدم لكم كل الأخبار الموجودة في مصر والمنطقة العربية ونحللها ونقدمها بأكبر قدر من المهنية وأكبر قدر من الموضوعية مع عرض كل الآراء. وانتوا عارفين ده برنامج مش حيادي في المقام الأول. النهاردة حلقتنا مع عدد من نجوم شباب مسلسلات رمضان. هيكون معانا محمد حاتم إحسان بركات في مسلسل جراند أوتيل، المسلسل اللي عرض حصريا على شاشتنا في سي بي سي، وعندنا حلقات كتيرة هنعملها عن هذا المسلسل، نجوم كتير هيكونوا موجودين معانا عن هذا المسلسل، وهنقول لكم كمان ردود أفعال، وذهبنا كمان نصور في الأوتيل، لكن يعني عندنا حلقات كتيرة هنتكلم فيها عن المسلسل. لكن النهاردة معانا بعض النجوم، عندنا إحسان من مسلسل جراند أوتيل، عندنا مي الغيطي فاطمة أيضا في مسلسل جراند أوتيل، وعندنا الراقصة في مسلسل ونوس كوكي، الراقصة في مسلسل ونوس أو معاني في مسلسل ونوس هتكون معنا أيضا. قررنا أن احنا نبدأ حلقتنا الفنية بعدد من شباب المسلسلات اللي برعوا في رمضان وكانت أدوارهم الحقيقة علامة مميزة سواء ليهم أو لهذه المسلسلات. يوم الثلاث إن شاء الله هنذيع عليكم حلقة سجلناها مع النجمة يسرى ونجوم مسلسل فوق مستوى الشبهات، والحقيقة انه ده مسلسل من اكتر المسلسلات المفضلة بالنسبة لي انا، مسلسل تابعته حلقة حلقة واظن ان الجماهير كلها تابعته، عرض ايضا على شاشة سي بي سي، والحقيقة انه هذا المسلسل نال اعجاب ونال اهتمام المشاهدين، وكانت يسرى فوق مستوى المقارنة فوق مستوى المنافسة. اظن ده كان مسلسل مهم جدا ليسرى سواء في تاريخها الفني أو حتى كان في رمضان، الحقيقة مسلسل مهم جدا فوق مستوى الشبهات، هيكون مسلسلنا اللي هنحتفل بيه يوم الثلاثاء المقبل. الأسبوع الجاي هيكون عندنا نجوم آخرين ولكن هنعلن عنهم في حينهم. النهاردة عندنا أخبار كتيرة، هنتكلم عن التضخم اللي وصل ل14% وده أعلى مستوى تضخم في مصر. تضخم يعني يا جماعة يعني ارتفاع أسعار في 7 سنوات، ده أعلى مستوى لارتفاع الأسعار من 7 سنين. هنتكلم عن هذا الموضوع، هنتكلم أيضا عن ارتفاع سعر الدولار اللي وصل في السوق السوداء ل11.25 جنيه، وتأثير ده إيه على الاستيراد، وتأثير ده إيه على الموازنة العامة، وتأثير ده إيه على الدين العام وعلى الفواتير اللي مصر بتدفعها، ده رقم كبير جدا الحقيقة. هنتكلم أيضا عن في أخبار كتيرة تغليظ عقوبة ختان الإناث، هنتكلم عن شيماء عادل زميلتنا في صحيفة الوطن اللي قدرت انها تكسب اول قضية ضد قناة الجزيرة وتغرمها 100,000 دولار. هنحكي لكم هذه التفاصيل وماذا قررت شيماء عادل انها زميلتنا في الوطن انها تعمل ايه بال100,000 دولار اللي خدتهم من او اللي هتاخدهم من قناة الجزيرة لو قناة الجزيرة دفعتهم. لكن خلونا نبدأ بالخبر السياسي الاهم، وهو الزيارة التي قام بها السيد وزير الخارجية سيد سامح شكري للقدس ولمقابلة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. هذه الزيارة هي زيارة مهمة جدا، هي أول زيارة لوزير خارجية مصري لإسرائيل منذ 9 سنوات. طبعا في اعتراضات، بعض الاعتراضات الفلسطينية على أنه زار القدس وليس تل أبيب، ولكن خلونا نتكلم في مضمون الزيارة وبعدين نسأل عن قضية القدس. لكن الحقيقة أنه هذه الزيارة جاءت في أعقاب تحركين،
أول تحرك كان ما أعلنه الرئيس السيسي في مايو الماضي من استعداد مصر للعمل ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين لإذابة الجليد ولتحقيق سلام عادل وشامل يقوم على مبدأ حل الدولتين ومبدأ المبادرة العربية للسلام. واتكلم الرئيس السيسي كان وقتها في افتتاح أعتقد محطة كهرباء أسيوط واتكلم حول هذا الموضوع، هنزل لكم المقطع ونذكر أذكركم به بعد قليل. لكن بعدها في يونيو الماضي كانت هناك زيارة من السيد وزير الخارجية لرام الله للقاء السيد الرئيس أبو مازن رئيس الفلسطيني محمود عباس وبدء محاولة حلحلة القضية والمباحثات الفلسطينية الإسرائيلية. تأتي بعد ذلك الزيارة لإسرائيل للقاء رئيس الوزراء نتنياهو. طيب الصحافة الإسرائيلية طبعا احتفت بهذه الزيارة بشكل أساسي لأن هذه أول زيارة لوزير خارجية مصري منذ 9 سنوات. آخر زيارة كانت للوزير أحمد أبو الغيط اللي هو الآن الأمين العام للجامعة العربية وكانت سنة 2007 وكان حينها وزيرا لخارجية مصر، ودي كانت آخر زيارة لوزير خارجية مصري لإسرائيل. بعدها العلاقات تعرضت لهزات كثيرة، كانت آخرها طبعا سحب السفير المصري من إسرائيل ثم أعيد بعد ذلك سفير جديد في الحركة الدبلوماسية الأخيرة. وكان كل ما كان بيحصل فيه غزو أو قصف لغزة وده حدث مرتين متتاليتين كانت مصر بتسحب سفيرها من إسرائيل. موقف مصر لا يتغير، المناصر لحقوق الشعب الفلسطيني، حقوق القضية الفلسطينية، حل الدولتين، أهمية حل قضية اللاجئين، أهمية إيقاف الاستيطان. وكان في الحقيقة اعتراض أيضا واسع على بيان الرباعية الأخير، هذا البيان اللي جعل الجاني والمجني عليه في مقام واحد. والحقيقة أن بيان الرباعية كان بيان غير عادل على الإطلاق، حتى أن الأمين العام للجامعة العربية الجديد أحمد أبو الغيط اعترض على هذا البيان وقال أنه لا يمكن أن احنا نساوي بين الطرفين، طرف معتدي وطرف معتدى عليه، وأنه الحقيقة أنه المساواة في هذا الأمر غير عادلة، الفلسطينيين معتدى عليهم في جميع الأحوال، وإيقاف الاستيطان هو أمر أساسي لا يمكن التنازل عنه، وحل الدولتين أيضا. وإن اعتراض نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي على المبادرة العربية ده مرفوض عربيا لأنه المجتمع العربي والقمة العربية والدول العربية مصرة على المبادرة العربية كما أطلقت في 2002 من الراحل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله. خلونا نسمع ما قاله الوزير سامح شكري بعد لقائه لرئيس الوزراء نتنياهو ونسمع ماذا قال. إن الزيارة التي أقوم بها إلى إسرائيل اليوم تأتي في إطار جهد مصري نابع من شعور بالمسؤولية تجاه تحقيق السلام لنفسها وجميع شعوب المنطقة، ولا سيما الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي الذين عانى لسنوات طويلة من جراء امتداد هذا الصراع الدموي البغيض. تأتي الزيارة في إطار رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي عبر عنها في 17 مايو الماضي لتحقيق سلام شامل وعادل بين الجانبي الفلسطيني والإسرائيلي ووضع حد نهائي لهذا الصراع الطويل. فهذا الإنجاز إذا تحقق سيكون له آثار إيجابية على منطقة الشرق الأوسط بأسرها، ومصر مستعدة للإسهام بفاعلية في تحقيق هذا الهدف استنادا إلى تجربتها التاريخية في تحقيق السلام والثقة التي تحظى بها داعمة للاستقرار ونصير لمبادئ العدالة. انطلاقا مما تقدم فقد قمت في 29 يونيو الماضي بزيارة هامة إلى رام الله، التقيت خلالها مع القيادة الفلسطينية وأجرينا حوارا مطولا، وها أنا اليوم أزور إسرائيل لاستكمال نفس الحوار كي نهتدي سويا إلى خطوات جادة على طريق السليم لتفعيل مقررات الشرعية الدولية واحترام الاتفاقيات والتفاهمات التي سبق أن توصل إليها طرفي النزاع من أجل تحقيق حل الدولتين. فالثقة المطلوب تحقيقها هي تلك القائمة على العدل والحقوق
مشروعة واحترام حق الآخر في الحياة في سلام واستقرار، والرغبة المتبادلة في التعايش السلمي في دولتين مستقلتين لجوار بعضهم البعض في سلام وأمن. ويزيد من هشاشة الأوضاع في الشرق الأوسط وخطورتها ذلك التنامي والانتشار المخيف لظاهرة الإرهاب، وما باتت تمثله من خطر وجودي على شعوب المنطقة بل وعلى شعوب العالم أجمع دون استثناء أو حصانة لأي شخص أو جماعة أو شعب. ده جزء مما قاله الوزير سامح شكري عقب لقائه وزير رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. قبل ما نعرض جزء من كلمة نتنياهو، الحقيقة وما قالش الكلام كتير، ولكن ترحب بالوزير سامح شكري وأيد مبادرة الرئيس السيسي، لكن الصحافة الإسرائيلية كلها تتحدث عن لقاء مرتقب ثلاثي ربما أو ثنائي ربما ما بين نتنياهو والرئيس السيسي، وثلاثي ربما ينضم إليهم أو إليهما الرئيس أبو مازن الرئيس محمود عباس. ده يعني تقول على عهدة القناة رقم 2 القناة الثانية الإسرائيلية، وأيضا الصحافة الإسرائيلية بمختلف يعني أطيافها تتحدث عن لقاء مرتقب إما في شرم الشيخ أو القاهرة لبدء مباحثات إسرائيلية أو فلسطينية إسرائيلية. الموقف المصري إنه مصر لن تدعو لهذا الاجتماع إلا وهناك إرادة واضحة من الجانبين وبالذات من الجانب الإسرائيلي لحلحلة الأمور، لكن مصر لن تدعو لاجتماع ينتهي إلى فوتو أب، ينتهي إلى صورة إحنا بنصورها وخلاص. لا، مصر مش محتاجة أنه يتقال أنها تريد أن تكون زعيمة المنطقة أو تريد أن يكون لها دور في المنطقة، لأن لديها بالفعل دور في المنطقة، ولكن الحقيقة أنه يعني مصر لن تدعو لهذا الاجتماع لو كان هذا الاجتماع مطروحا على المائدة إلا وهناك ضمانات واضحة بحلحلة الأمور وبتقدم في هذا الأمور وبأن تكون هناك نتيجة واضحة لهذا الاجتماع. خليني أقول لكم قبل ما نسمع نتنياهو أنه على الجانب أيضا أو على هامش جزء من الحوارات ما بين شكري ونتنياهو كان العلاقات الثنائية بين مصر وإسرائيل، والحقيقة أنه هذه العلاقات يعني بتشهد تعاون الآن خاصة فيما يخص سيناء، فيما يخص دخول أو فيما يخص اتفاقية كامب ديفيد والاتفاقات على أنه يزداد العدد من القوات المصرية في سيناء لمواجهة الإرهاب. يعني في أيضا موضوع الغاز وموضوع التحكيم اللي عندنا فيه مشكلة مع إسرائيل، لكن في مباحثات دبلوماسية حوله، موضوع تصدير الغاز الإسرائيلي لمصر ولكن ده توقف بعد التحكيم. يعني في أيضا علاقات ثنائية بين مصر وبين إسرائيل كانت أيضا موجودة على مائدة الحوار أو مائدة المباحثات بين شكري ونتنياهو. نسمع ما قاله نتنياهو ويقدم سامح شكري للصحافة. بالطبع من المهم أن يكون هناك استقرارا في المنطقة، وهذا يمثل أهمية كبرى لكل دول المنطقة. كذلك من المهم أن يكون هناك استقرارا شاملا، ولهذا أود أن أرحب بعرض الرئيس السيسي الأخير من أجل المضي قدما في عملية السلام بالشرق الأوسط. ومرة أخرى أنا أطالب الفلسطينيين بأن يقوموا باتباع هذا النموذج الخاص بتحقيق السلام. هذه الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها مخاطبة المشكلات الموجودة بيننا، بين الجانب الإسرائيلي وبين الجانب الفلسطيني، ومن أجل تحقيق حل السلام قائم على الدولتين. الحقيقة طبعا أن النموذج المصري أو الأردني للسلام مع إسرائيل يختلف تماما عن النموذج الفلسطيني، مش لأن الفلسطينيين مش عايزين سلام، ولكن لأنه إسرائيل تحتل الأراضي الفلسطينية، إسرائيل ترهب ترهب الفلسطينيين، إسرائيل تمنع دخول المواد الإعاشة للفلسطينيين، إسرائيل تقصف غزة وتقصف يعني كل الأراضي الفلسطينية المحتلة بين حين وآخر. يعني
ده نموذج مختلف تماما، فمن غير المنطق على الاطلاق، وده تعودناه من نتنياهو، مش حاجه جديده يعني، ومن الاسرائيليين عموما، انه يقول انه اتمنى من الفلسطينيين ان يحذوا حذو النموذج المصري في السلام. احنا ما عقدناش اتفاق سلام الا بعد جلاء كل يعني الجنود الإسرائيليين عن أرضنا المحتلة، واستعادة الأرض مرة بالحرب ومرة أخرى بالاتفاق ومرة أخرى بالسلام، ولكن لم يكن هناك اتفاق سلام وأرضنا محتلة، وكان الاتفاق ده بمضمونه خروج آخر جندي إسرائيلي من الأراضي المصرية. هذا نموذج مختلف تماما عن الأوضاع المزرية للشعب الفلسطيني اللي بيقع تحت الاحتلال، سواء في رام الله أو في غزة أو حتى في القدس الشرقية التي نراها جميعا، وكل العرب والمسلمين يعني يرونها ويتمسكون بها عاصمة للدولة الفلسطينية. نذكر هنا بقى بما قاله الرئيس سيسي في مايو الماضي حين أطلق رؤيته حول السلام العربي الإسرائيلي، وكلامه عن أنه ناس كتير بتقول أن السلام بين مصر وبين إسرائيل هو سلام غير دافئ، سلام بارد. هذا السلام يمكن أن يكون دافئا إذا تم حل هذه القضية، وأن مصر مستعدة أن تقوم بكل ما في وسعها أن تقوم به، ولكن مرة أخرى لابد أن تكون هناك إرادة واضحة. وأنا هنا ما بتكلمش على إرادة الفلسطينيين، إرادة الفلسطينيين موجودة، على الأقل إرادة السلطة الفلسطينية موجودة، ما بتكلمش هنا عن حماس، عن السلطة الفلسطينية إرادتها موجودة للوصول لحل الدولتين، ولكن حل عادل مش حل ظالم. أما الإرادة الإسرائيلية فهذه ما تزال غائبة. نسمع رئيس السيسي. خلي بالكم، خلي بالكم، الخطوة اللي اتعملت من تقريبا أكتر من 40 سنة، الخطوة دي هي اللي عملت سلام حقيقي، وعملت كتبت في تاريخ المنطقة صفحة مضيئة جدا جدا للسلام بين الشعوب وبعضها البعض. ما كانش حد أبدا في الوقت ده كان شايف أن ممكن قوي يبقى فيه سلام حقيقي مستقر بالشكل اللي موجود بين مصر وإسرائيل بعد معاهدة السلام، حدش كان شايفه. لكن الواقع ومرور الزمن أكد أن ده أمر ممكن أنه يتحقق بشكل جيد. يمكن حد يقول أن السلام ده مش دافي، أو أنا ما قلتش التعبير التاني يعني، لكن أنا بقول إن، ودايما لما هم يسألوني السؤال ده أقول لهم خلي بالكم، هيتحقق سلام أكثر دفئا لو قدرنا نحل المسألة بتاعة أشقائنا الفلسطينيين. لو قدرنا نحل المسألة دي وندي أمل للفلسطينيين في إقامة دولة، ويبقى في ضمانات لكلا الدولتين، وإحنا مستعدين نقدمها لأمان وأمن وأمان كلا الشعبين في الحياة والأمن والاستقرار. لو قدرنا نعمل ده إحنا هنعبر مرحلة صعبة جدا. المرحلة دي مكتوبة في التاريخ بأسلوب قاسي جدا ومؤلم. هندي أمل حقيقي، وهنقضي على إحباط ويأس حقيقي. بقول للإسرائيليين وهم بيسمعوني، وأرجو إن القيادة الإسرائيلية تسمح بإن الخطاب اللي أنا بتكلم بيه ده يتم إذاعته في إسرائيل مرة واثنين. في فرصة حقيقية، رغم إنه يمكن ما يكونش في مبررات من وجهة نظر كثيرين إن يتعمل سلام، الظروف اللي بتمر بالمنطقة والكلام ده كله يمكن ما يدفعش، لكن أنا بقول لهم إحنا هيبقى عندنا فرصة حقيقية، وإذا كنتم تثقوا في كلماتي ومسيرة التجربة اللي أنا شفتها كإنسان قبل أي حاجة تانية، خلال عمري اللي فات ده كله شفت حالة كنا موجودين فيها،
وحالة احنا بقينا موجودين فيها دلوقتي. الحالة دي حققت الأمان لكم وحققت الأمان لنا، حققت السلام لكم وحققت السلام لنا. ده كان الكلام الذي قاله الرئيس السيسي في مايو الماضي. معي من رام الله السيد أسامة القواسمي المتحدث باسم حركة فتح. سيد أسامة مساء الخير. مساء الورد، أهلا وسهلا. أهلا بك. يعني كيف ترون أو تنظرون إلى زيارة الرئيس، عفوا زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري للقاء نتنياهو؟ يعني هل كان ذلك بتنسيق مع السلطة في رام الله؟ يعني أي تحرك مصري دائما هو مبارك من قبل القيادة الفلسطينية ومن قبل حركة فتح على وجه الخصوص، والكل يعلم أن التنسيق مستمر مع القيادة المصرية في كل الخطوات السياسية، سواء كان بسبب العلاقة التاريخية ودور مصر الإقليمي والدولي واعتبارها الشقيق الكبرى لفلسطين وللدول العربية، أو من خلال المجموعة العربية التي مصر أحد يعني الموجودين في هذه المجموعة. الكل يعلم أن وزير الخارجية المصري سامح شكري التقى بالرئيس محمود عباس منذ حوالي 10 أيام في نهاية الشهر الماضي، وتم التوافق على كافة الخطوات. وقبل ذلك الرئيس أبو مهدي يلتقي باستمرار مع الرئيس عبد الفتاح المصري في كافة الخطوات الدولية. مصر تدرك تماما من خلال ما قاله في مايو الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو أصل الحكاية وأصل المشكلة في المنطقة، وأنه لا استقرار ولا سلام في المنطقة دون أن تحل القضية الفلسطينية. وهو قال بالضبط أنه لا يعقل بالمطلق أن يحتفي أحدا بقيام الدولة مزعومة وفي نفس اليوم هناك شعب يحتفي بذكرى النكبة، هذا لن يستوي ولن يؤدي بالمطلق إلى السلام المنشود في المنطقة والسلام العادل. لذلك مصر تحركت منذ مايو إلى هذه اللحظة بصمت وحرص شديدين. لا تبحث مصر عن دور فقط من أجل الدور، أو لا تبحث عن صخب إعلامي، وإنما تعمل بصمت وبتنسيق مع كافة الأطراف من أجل الإعداد وإيجاد فرصة ونضوج سياسي حقيقي لاستئناف مفاوضات واضحة. ونحن نعي هنا تماما أن المفاوضات الواضحة، وهذا هو تطابق الموقف الفلسطيني المصري، يجب أن تستند إلى الشرعية الدولية، وهذا ما أتى اليوم في بيان وزارة الخارجية بشكل واضح، وهذا هو الموقف المصري الواضح. طيب يعني إضافة، هل كانت هناك نقاط محددة اتفق عليها أبو مازن مع سامح شكري في لقاء رام الله حين تتحدث عن مفاوضات واضحة؟ ماذا يعني ذلك؟ أكيد في نقط معينة يطلبها الفلسطينيون، وأكيد ده هي أيضا رسالة مصر للإسرائيليين. ما هي نقاط المفاوضات الواضحة؟ هناك الإطار العام، هو يجب أن تستند أي مفاوضات إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة ومبادرة السلام العربية، وهذا أيضا تتبنى جمهورية مصر العربية لأنه يستند إلى القانون الدولي. أيضا ما نطلبه نحن خلال التجربة الماضية التي فاوضنا فيها إسرائيل، نحن نريد آليات واضحة للتطبيق ضمن جدول زمني واضح. نحن لا نريد مفاوضات من أجل المفاوضات فقط، وإنما نحن نريد مفاوضات حقيقية وضمن جدول زمني واضح تستند إلى الشرعية الدولية وتفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي. أي أننا لسنا ضد المفاوضات من حيث المبدأ، ولكننا ضد مفاوضات عبثية دون أي مرجعيات ودون أي أفق للأمام نرى نهايتها. لذلك كان واضحا الرئيس أبو مازن في كل أحاديثه مع كل الدول في العالم، وتحديدا مع الرئيس عبد الفتاح المصري الفتاح السيسي الرئيس المصري، أنه من خلال تجربتنا 20 عاما أن إسرائيل فقط تريد مفاوضات من أجل التقضي على مشاريعها الاستيطانية. القضية الأخرى هو أن هذه الزيارة اليوم التي قام بها وزير الخارجية المصري تأتي خاصة بعد العديد من الأحداث التي تمت في المنطقة وفي العالم. على سبيل المثال المؤتمر الوزاري الذي عقد بفرنسا والمبادرة الفرنسية الهامة التي أيضا تدعمها جمهورية مصر العربية، والدور المصري أيضا داعم لهذه المبادرة، وأيضا هناك تقرير للرباعية الدولية الذي تحفظنا عليه. لذلك هذا التحرك يأتي في وقت في غاية الأهمية، ونأمل أن يؤتي بنتائج طيبة تفضي إلى إعادة مسار عملية سياسية حقيقية واضحة دون لف أو دوران. هل لديكم معلومات عن لقاء مرتقب ربما ثلاثي بين الرئيس السيسي ورئيس أبو مازن ونتنياهو؟
يعني من المبكر الحديث عن ذلك، ولكن نحن نقول بشكل واضح أن الكرة في الملعب الإسرائيلي هناك يجب أن يصدر العديد من القرارات، وهذا ما بحث الرئيس أبو مازن مع كل الأطراف السعودية. ما هي القرارات اللي أنتم منتظرينها من إسرائيل؟ يعني إسرائيل تقوم بعدوان يومي على الشعب الفلسطيني، على إسرائيل أن تتوقف عن هذا العدوان، هي تحاصر الضفة الغربية، تحاصر محافظة الخليل، تقوم بالهدمات الميدانية. إسرائيل أخلفت وعوداتها للولايات المتحدة الأمريكية بالإفراج عن الأسرى، وخاصة الأسرى الذين اعتقلوا قبل العام 93 قبل أوسلو. هناك العديد من الخطوات التي يجب على إسرائيل أن تقوم بها من أجل إعادة الثقة. نحن ندرك تماما أنه لا يوجد نوايا حقيقية عند إسرائيل وعند حكومة الاحتلال بالذهاب إلى سلام حقيقي يستند إلى الشرعية الدولية، ولكن إذا إسرائيل كانت جادة في عملية سياسية حقيقية عليها أن توقف الاستيطان في الضفة الفلسطينية باعتباره مخالفة للشرعية الدولية وللقانون الدولي، عليها أن تفرج عن الأسرى الذين وافقت على الإفراج عنهم، وهذا هذا التعهد لم يكن للفلسطينيين بل كان للولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة الذين قضوا أكثر من 25 عاما في خلف قضبان الاحتلال، وعليها أن توقف اقتحاماتها للمسجد الأقصى وأن تحترم كافة الاتفاقيات التي تم توقيعها كإشارة لمصر وللفلسطينيين وللعالم بأنها راغبة حقيقة في عملية سياسية. بعد ذلك نتفق على الإطار العام الذي هو واضح، وقلناه أن تكون المفاوضات مستندة إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي ضمن إطار زمني واضح وليس ضمن إطار زمني مفتوح تستغل في إسرائيل لتمرير مشاريعها. طيب ماذا عن موقف حماس؟ يعني هذا في الموقف الفلسطيني الإسرائيلي، ولكن حماس دائما إذا كل ما بتشوف تقدم في طريق مفاوضات، تقدم لطريق الحل، دائما بتقف معترضة. كيف تتوقعون موقف حماس من هذه الزيارة أو حتى من أي مفاوضات؟ نحن نتحدث كالآتي: الرئيس أبو مازن رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، والرئيس يعبر عن موقف الإجماع الوطني الفلسطيني. منظمة التحرير الفلسطينية هي صاحبة الحق الوحيدة للتحدث عن آمال وآلام الشعب الفلسطيني، وهي الممثل والشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وهذه هي المؤسسة التي يعترف بها العالم. لا نبحث عن موقف فصيل هنا وهناك، في كل دول العالم يوجد فصائل مختلفة وتتحدث بلغات مختلفة، ولكن نعتقد جازمين أن الرئيس أبو مازن يعبر عن الإجماع الوطني الفلسطيني وعن ما قرره المجلس الوطني الفلسطيني الذي شارك فيه الجميع في العام 88 في الجزائر، الذي لم يتنازل عما أعطانا إياه القانون الدولي والشرعية الدولية. هذا هو الموقف الرسمي المقبول دوليا وشعبيا فلسطينيا. من يريد أن يخالف مثل هذه الخطوات المصرية أو الفلسطينية أو الدولية ومناصري القضية الفلسطينية هو يريد المناكفة من أجل مناكفة فقط، وأعتقد أنه سيكون منبوذ شعبيا ووطنيا وفلسطينيا. نحن نبحث عن الحرية والاستقلال، وأيضا في نفس الوقت هناك جهود حقيقية من أجل رأب الصدع الداخلي الفلسطيني وإنهاء يعني الانقسام. بمناسبة هذه الجهود، ما هي الخطوة التالية في موضوع المصالحة؟ يعني يبدو وكأنه المصالحة دي يعني بنعمل اجتماعات بنتفق ثم ينتهي الأمر إلى لا شيء. لا، نحن نقول أن الأوضاع أفضل مما كانت عليه، بالرغم من أن الانقسام ما زال جاثما، وهذا شيء مخزي ومعيب بحق يعني القضية الفلسطينية، ولكن نحن في حركة فتح نواصل جهودنا الحقيقية من أجل إتمام المصالحة، ونعتقد أن الأمور تسير بالطريق الصحيح. هناك جهود مصرية بذلت وهناك جهود عربية بذلت، ولكن نحن نعول دائما على الجهد المصري الحقيقي الذي كان أول توقيع لاتفاقية في القاهرة بالعام 2011، ونتوقع أن تقوم مصر أيضا في المستقبل القريب بإعادة بذل جهود أيضا من أجل إتمام المصالحة. نحن نقدر دائما دور مصر الحريص على الوحدة الوطنية، ولو رجعنا إلى خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في مايو منذ حوالي 3 شهرين ونصف كان واضحا بدعوته إلى ضرورة الوحدة، ونحن في حركة فتح لسنا طلاب انقسام بل طلاب وحدة وطنية، وقد أبلغنا حركة حماس بأن الوحدة الوطنية عنوانها الشراكة والديمقراطية والدولة والكل شركاء في هذا الوطن. نحن لا نريد أن نلغي أحدا، لكن نريد أن نتفق أمام هذا الاحتلال الإسرائيلي الذي يريد استدامة حالة الانقسام. سؤالي الأخير بصراحة، هل انزعجتم من أن هذا اللقاء تم في القدس وليس في تل أبيب؟
يعني أولا دعنا أؤكد، عندما تقوم مصر بأي جهد، مصر هي عبارة عن الأخ الأكبر للفلسطينيين، ولو كان أي هناك أي شيء يسيء للقضية الفلسطينية لما فعلته مصر بالمطلق. نحن نقول بشكل واضح أن الدولة الفلسطينية هي الدولة التي احتلت عام 67 والقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية، ونحن نريد من مصر أن تقف إلى جانبنا كما كانت دائما تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني، وهي تفعل كذلك الآن. لذلك المضمون في الموضوع أن هناك جهودا مصرية حقيقية، ليس للشو وليس للإعلام وليس من أجل أن يتحدث العالم عن هذا الدور، ولكنها حريصة كل الحرص على إنجاح هذه الخطوات، وهي تدرك تماما تعقيدات القضية الفلسطينية وكافة التفاصيل. لذلك لا تريد أن تتحدث بالإعلام كثيرا، ولا نريد أن نذهب إلى قضايا هنا وهناك، ولكن الجوهر في الموضوع أن هناك محاولات مصرية، وعندما تتحرك مصر فإن العالم كله يستمع جيدا لما يمكن لها أن تقوم به مصر في هذه الأوقات العصيبة. دعني أؤكد يعني في الجملة الأخيرة أن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية غاية في الصعوبة، وهي قاب قوسين أو أدنى من الانفجار. الرئيس أبو مازن يحذر العالم ويقول بشكل واضح أن استمرار الوضع الراهن لا يمكن أن يستمر بالمطلق، سلطة بدون سلطة أو سلطة تحت الاحتلال إلى ما شاء الله. الشعب الفلسطيني مصر على الحرية والاستقلال، ولا نطلب المستحيل ولا نطلب القمر، ومصر متفهمة لهذا الموقف، وهي تنسق مع كافة الأطراف ومع الأطراف الدولية، وأيضا تتناغم مع المبادرة الفرنسية التي ندعمها وتدعمها مصر من أجل الوصول إلى الحقيقة. الحقيقة أن يكون هناك مفاوضات على طاولة متعددة الأطراف ضمن مرجعيات دولية واضحة وآليات وإطار زمني واضح. إلى حين أن يصير ذلك يجب على إسرائيل أن تقدم حسن نوايا من خلال الإفراج عن الأسرى، وقف الاستيطان ووقف إعداماتها المدنية، والأهم من ذلك كمان وقف اقتحاماتها للمسجد الأقصى، ووقف محاولات التقسيم الزماني والمكاني. بشكرك شكرا جزيلا سيد أسامة القواسمي المتحدث باسم حركة فتح، ومعي من القاهرة دكتور عماد جاد نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. دكتور عماد، يعني عندما كان تعليقك بعد ما استمعت لكلام الرئيس السيسي في مايو أن هذه ربما تكون بداية مبادرة، هل ترى التحرك الآن تحرك شكري لرام الله ثم لنتنياهو، هذا التحرك هل تراه فعلا تفعيل لهذه المبادرة؟ هل حنشوف تفعيل على الأرض؟ يعني أعتقد أستاذ لميس بالفعل سيكون هناك نوع من التفعيل على الأرض، على الأقل من الناحية الشكلية، بمعنى أن هناك أنباء متداولة داخل الأوساط السياسية الإسرائيلية نقلتها وسائل الإعلام الإسرائيلية عن احتمال عقد قمة ثلاثية قريبا على الأراضي المصرية بين نتنياهو والرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وأن نتنياهو متحمس لهذه الفكرة لأنه يطرح فكرة التسوية من خلال إطار إقليمي وليس من خلال إطار دولي، لذلك هو يتحفظ على أي نتنياهو يتحفظ على مقررات باريس أو مؤتمر باريس، لأنه يرفض التواجد الأوروبي ويرى أن التسوية يمكن أن تتم بين الأطراف المعنية مباشرة. لا يعني ذلك أننا اقتربنا من تسوية سياسية أو أننا أمام حل سياسي، لكن على الأقل أمام حل في الموقف وتجاوب إسرائيلي رسمي وشكلي حتى هذه اللحظة مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي. هل شايف أن الخطوة القادمة هي خطوة أكثر تتجه للمصالحة بين فتح وحماس، ولا الخطوة هتبقى بقى لقاء ثلاثي بين الزعماء الثلاثة السيسي أبو مازن نتنياهو؟ أستاذ لميس، حماس تتصرف باعتبارها فرع فلسطيني لجماعة الإخوان المسلمين، ونحن نعلم أن الجماعة تقدم مصلحتها الذاتية على مصالح الأوطان والبلاد ولا تتوقف أمام حدود وسيادة وتحرير أراضي وما إلى ذلك. حماس في المادة الأولى من ميثاقها الذي نشرته في أواخر 88 تقول أنها فرع لجماعة الإخوان المسلمين، هذا كلام مكتوب في ميثاق الحركة، وبالتالي الحركة تعمل كفرع للجماعة، تقدم مصالح الجماعة على معادها من اعتبارات، وتدفع فاتورة يعني التزامات الجماعة تجاه تركيا وتجاه قطر، وبالتالي
أتصور أن الجزء الأصعب في هذه المسألة هو حدوث مصالحة فلسطينية، لأن حماس قرار المصالحة ليس بيدها، هي تنطلق من منطلق إيديولوجي، والمنطلق الإيديولوجي يقدم الجماعة على مصلحة القضية الفلسطينية، وبالتالي ستظل معضلة حماس قائمة. هناك هجوم من جانب حركة حماس وأنصارها وبعض المتحدثين باسمها على الزيارة، يباركون استئناف العلاقات الحميمة بين تركيا وإسرائيل، ويهجمون زيارة وزير الخارجية المصري إلى إسرائيل، وبالتالي حتى يشككون في جدوى أي جهد مصري للمصالحة. إذن حماس خارج السياق. أتصور أن القمة إذا ما تمت ستكون ثلاثية بين القيادة المصرية، رئيس الوزراء الإسرائيلي، وأيضا الرئيس الفلسطيني محمود عباس. بشكرك شكرا جزيلا دكتور عماد جاد، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، ومعي أيضا سيادة النائب سمير غطاس، دكتور سمير غطاس، رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات السياسية. دكتور سيادة النائب، يعني هل أزعجك شخصيا أن يحدث اللقاء في القدس؟ بالتأكيد طبعا هذه علامة سلبية، كنت أتمنى أن يكون اللقاء على الأقل في تل أبيب، لكن ليس هذا هو الأمر الأهم. هذه الزيارة هي الأولى بعد حوالي 9 سنوات، يجب أن نقول أنه سبقتها زيارة أخرى قبل أسبوع إلى رام الله، التقى وزير الخارجية شكري بالرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن في رام الله، و أعقب بعد أسبوع اليوم زيارته لإسرائيل في القدس المحتلة. مصر تحاول بالتأكيد استعادة دورها التقليدي في التسوية الفلسطينية الإسرائيلية، هناك محاولات خفيفة من جهات إقليمية عديدة أبرزها تركيا التي تحاول أن تختطف الدور المصري وتمنعها من لعب هذا الدور. مصر في بهذه الزيارة تحاول أن كما أشرت تستعيد دورها التقليدي، دور وحيد وفاعل في التسوية الفلسطينية الإسرائيلية، لكن هذا هو الجانب الإيجابي في المسألة. من جهة أخرى يجب القول بأن المسافة ما تزال شاسعة ما بين المفهوم المصري للتسوية وبين المفهوم الإسرائيلي. نتنياهو منذ اللحظة الأولى ركز على أنه ترحيبه في مبادرة الرئيس السيسي تتركز أساسا على تطبيع العلاقات بين إسرائيل وبين العرب، وخاصة الدول الخليجية السعودية وباقي الدول الخليجية. كل تصريحاتي التي تحدثت عن مبادرة الرئيس السيسي أو إعلانه، لأنها لم تتبلور كمبادرة بعد، جاءت في إطار ترحيبه بتطبيع العلاقات الإسرائيلية الخليجية تحديدا، دون أن يكون مستعدا لدفع الثمن لذلك. وسوف أشير هنا إلى أولا تصريحاته كلها تصب في هذا المجال. من ناحية الإجراءات، نتنياهو سارع فورا يعني الإعلان عن مبادرة الرئيس السيسي على تعيين ليبرمان وزيرا للدفاع، وأقصى من هذا من التحالف حزب العمل، هو لديه الآن حكومة مستقرة ب 67 عضوا من 120 أعضاء الكنيسة، لكنه بالمقابل لم يبدي أي إجراء يرحب بالمبادرة من الناحية العملية. تحدث عن القدس الموحدة أن تبقى عاصمة أبدية لإسرائيل، تحدث أيضا عن ضرورة تعديل المبادرة العربية التي صدرت في القمة العربية في بيروت في 22 مارس 2002، وقال أنه مضى وقت طويل وأنها لم تعد صالحة بالكامل. يتحدث عن تعديل بندين تحديدا، البند الخاص بحق العودة والبند الخاص باستعادة سوريا للجولان، ويطالب بتعديل المبادرة العربية، ويتحدث عن القدس باعتبارها خارج أي إطار للتفاوض. جهة أخرى، يوم 3 الماضي يعني قبل أسبوع تقريبا أو يعني أكثر من أسبوع 10 أيام تحديدا، صادق نتنياهو على بناء 1400 وحدة سكنية جديدة في القدس، 600 وحدة منها في بيت صفافة أي في القدس الشرقية، و800 وحدة في معالي أدوميم أي داخل الخط الأخضر، وهذا يشير إلى صعوبة الموقف الإسرائيلي، وأن المسافة كما أشرت
ما تزال شاسعة وبعيدة جدا عن الموقفين العربي المصري وبين الموقف الإسرائيلي. جهة أخرى أيضا لابد أن أضيف أن نتنياهو ركز في كل تصريحاته على مفاوضات مباشرة بينه وبين الفلسطينيين، فيما يرى الجانب الفلسطيني أنه لا فائدة بعد أكثر من 20 عاما من المفاوضات المباشرة منذ أصله 93 وحتى الآن لم تصفر هذه المفاوضات المباشرة عن أي تقدم إيجابي، وأنه لابد أن تكون هناك أولا مرجعية دولية واضحة، وأن يكون هذا الأمر في إطار مؤتمر دولي وليس يعني ترك التفاوض لطرفين لا يوجد أي توازن استراتيجي بينهما. هناك خلل استراتيجي بالتأكيد بين المفاوض الفلسطيني والمفاوض الإسرائيلي. شقين في هذا الأمر، واحد، هل تتفق مع ما قاله دكتور عماد جاد أن حماس ستحاول أن تعطل المصالحة وتعطل أي تحرك في اتجاه هذا الأمر؟ السؤال الثاني أنه إحنا في نهاية عصر أوباما، في نهاية حكم أوباما، الكارت البطاقة الأمريكية دائما بطاقة مهمة جدا في الصراع العربي الإسرائيلي، هل ده معناه أن إحنا في انتظار بقى رئيس جديد أو رئيسة جديدة؟ إحنا بنتكلم من نوفمبر ليناير، يناير المقبل حتى يعني يبدأ تنصيب رئيس جديد للولايات المتحدة. إذن يعني الورقة الأمريكية هي ورقة معطلة الآن؟ بالتأكيد فيما يتعلق بالموقف الأمريكي كان لأوباما تصريحات سابقة بأنه نفض يديه تقريبا من مسألة التوصل إلى حل أو تسوية فلسطينية إسرائيلية على الأقل في عهده. سوف يركز في الفترة المقبلة على دعم مرشحة حزبه كلينتون، ولا أعتقد أن الولايات المتحدة سيكون لها دور فاعل، بالعكس تماما. أود أن أشير هنا إلى أن الولايات المتحدة لعبت دورا سلبيا قبل أسبوع واحد عندما صدر بيان الرباعية وخلى من أي إدانة للاستيطان الإسرائيلي، وهذا الدور هو الذي لعبته الولايات المتحدة. من جهة أخرى كنت أشرت وما زلت أشير إلى أن حماس لا تنتظر السيسي وإنما تنتظر أردوغان، وهو أمر مهم للغاية. قبل أسبوع واحد أعلن في كلتا العاصمتين الإسرائيلية والتركية عن إعادة تطبيع العلاقات مرة أخرى بين إسرائيل وبين تركيا. بموجب هذه الصفقة أعطت إسرائيل لتركيا الحق بالمشاركة في كثير من الأمور الخاصة بغزة، ونحن نعرف العلاقة التي تربط تركيا بجماعة حماس أو الإخوان المسلمين بشكل عام، الطرفين تحت مظلة الإخوان المسلمين. سمحت إسرائيل بموجب هذه الصفقة لتركيا بأن تقيم محطة كهرباء ومحطة تحلية للماء وأن تدخل البضائع التركية إلى غزة، وهذا الأمر سيسهم في تصليب موقف حماس وتعطيلها لأي محاولة للتواصل إلى تسوية. الأمر لا يتوقف فقط على موقف حماس، لكن يتوقف أكثر على ما إذا كانت إسرائيل نفسها جدت التوصل إلى تسوية، إذا كانت هناك نية إسرائيلية حقيقية بإجراءات عملية كوقف الاستيطان والتسليم بمرجعية، فإن يمكن وقتها للشعب الفلسطيني كله والقيادة الفلسطينية والمجتمع العربي أن يتجاوز دور حماس. له هذه الإرادة وهذه النية والمرجعية، أعتقد أنه المشروع كله يمكن أن يحدث دون حتى أن تبذل حماس جهدا لإحباط هذا المشروع. مشكورك شكرا جزيلا سيادة النائب سمير غطاس رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات السياسية. يعني لكل من في ناس كتيرة ممكن تكون منزعجة من زيارة سامح شكري لإسرائيل ولقائه بنتنياهو، لأنه بقالنا مثلا 9 سنين لم تحدث مثل هذه الزيارات. ولكن إذا كان وهذا قدر مصر، الحقيقة مصر عليها أن تعود لدورها في المنطقة، أهم هذه الأدوار هو دورها في حلحلة الأزمة العربية الإسرائيلية أو الفلسطينية الإسرائيلية، المصالحة الفلسطينية. الفلسطينية ده أيضا دور مهم جدا، ده مصر بتقوم بهذا الدور في تقريب وجهات النظر والمصالحة الحقيقية اللي على الأرض ما بين فتح وحماس، لكن دور مهم لازم مصر تلعبه في القضية الفلسطينية. حتى لو جه نتنياهو، حتى لو في اجتماع ثلاثي أو اجتماع ثنائي،
ده دور مصر. قدامنا سكتين، يا نفضل منكمشين داخل الشأن المصري وداخل المشكلات المصرية، يا نخرج ونقول أيوة لينا دور، أيوة هنتحرك. لأنه الحقيقة أنت لما بتقومش بدورك في كثر مستعدين للقيام بهذا الدور، من وراء ستار ومن أمام ستار. من وراء ستار في دول عربية كتيرة بتشتغل في هذا الأمر بتحركات مختلفة، ومن أمام ستار في تركيا، في طبعا فرنسا، في دول كتيرة جدا مستعدة أنها تمد يدها ليكون لها دور مهم في المنطقة. هذا الدور المصري لا يجب أن يأخذه أحد، ويجب أن يكون هو شاغل مهم جدا لنا، لأنه جزء من الأمن القومي المصري. قبل ما نخرج فاصل لازم نعلق على الأحداث الأخيرة في الولايات المتحدة. والحقيقة أنه يعني المتابع للشأن الدولي أكيد شاف هذا المشهد اللي في أتلانتا، اللي هو مظاهرات يعني تشبه إلى حد يعني ما التظاهرات المصرية في كثير من الأحوال، والبوليس واقف بيواجه هذه التظاهرات. كانت طبعا ده تصاعد للأحداث مستمر في ولايات مختلفة، بدأ في دالاس بقتل يعني بتعدي شرطي على مواطن أسود، وده متكرر جدا في أمريكا في المرحلة في الأونة الأخيرة، وأنه هو قتل المواطن الأسود أو قتل اثنين من السود، هو كان بيحاول يطلع الرخصة بتاعته من جيبه فضربوا 4 رصاصات، وكانت إحدى الموجودين في السيارة بتسجل هذا المشهد. يعني الناس كلها شافته صوت وصورة، اعتداء الشرطي على المواطن الأسود أو المواطن الإفريقي ومن أصول إفريقية. كان الرد بعد كده تظاهرة في حماية الشرطة، ولكن كان في قناص استهدف 5، استهدف 11 شرطي الحقيقة، وقتل 5 من هؤلاء. هنا كان في مشهد وقفت قدامه أمريكا كلها. أوباما قطع زيارته لقمة الناتو وعاد مرة أخرى، والحقيقة أن ده يحدث في أمريكا في عهد رئيس أسود. الحقيقة أن ده من أسوأ الأيام ومن أسوأ الأحداث اللي يعني ستصم دائما عصر أوباما وحكم أوباما بوصمة سوداء، لأنه لا قدر يتحكم في قضية السلاح ولا قدر يتحكم في القضية العنصرية، رغم أنه بيصل إلى أعلى منصب أمريكي رئيس أسود لأول مرة، وبيقضي فترتين يعني 8 سنين رئيس أسود على قمة الحكم في أمريكا، وأمريكا تشهد أعتى وأصعب حالتها العنصرية. ده جزء مشهد ممكن نتفرج عليه من بعيد، لكن السؤال اللي لازم نسأله هو بان كي مون مثلا معبرش عن غضبه ولا استياءه ولا قلقه من ما يحدث، من سواء عنف من الشرطة الأمريكية أو سواء قنص من مواطن أمريكي للشرطة. يعني فكرة الأحداث دي بان كي مون ما بيعبرش عن أي قلق، زي ما احنا لو في حد عندنا كح أو رجله تعورت أو اتمنع من السفر على طول بيعبر عن قلقه؟ ده احنا قاعدين تالي في بريس أوفيس جاهز عنده استمارة كده 6 شغالة استنبة، بيعبر بان كي مون يعبر عن قلقه، بان كي مون يعبر عن قلقه لحبس فلان، لوقف فلان، لفلان ما دخلش، لفلان اتعور، فلان عطس، فلان جاله برد. يعني احنا الحقيقة انا بحس انه عندنا التركيز علينا كتير جدا. طب وماذا عن كل جمعيات حقوق الانسان الدولية؟ انا ما بقولش ان احنا اعظم دولة في حقوق الانسان، انا بقول ان لدينا مشكلات في حقوق الانسان، ولكن يعني القياس يكون بنفس العدل. يعني ده عنف من شرطة أمريكية، عنف مش ما نقدرش ان احنا يعني نتغاضى عنه. ده قتل الراجل in cold blood، إن كل بلد صوت وصورة متصور. مفيش أي هيومن رايتس واتش، أمنستي انترناشونال، أي حاجة، الكونسل بتاع اليو أن بتاع اليومن رايتس اللي هارينا علاء سيف محاضرة طويلة جدا في إن إحنا حبسين علاء سيف. يعني الحقيقة دول كلهم بيجي لهم عشا ليلي مثلا ما بيشوفوش، ولا دي عشان أمريكا، ولا عشان احنا دولة غلبانة مقترضة ومديونة. يعني مش بقول تاني ان حقوق الانسان عندنا عظيمة، لا، عندنا حقوق الانسان فيها مشكلات كبيرة جدا، لكن
المعايير اللي عامله كده يعني، حتى مش كده عامله كده، دي الازدواجيه اللي هي الرهيبه مزعجه برضو يعني. على الاقل بانكي مون ممكن يصحى ويعبر عن بعض انزعاجه من العنف بتاع الشرطه الامريكيه ضد مواطنين السود على الاقل يعني، لكن لا نسمع لا نرى لا نتكلم. نخرج فاصل ونواصل الاخبار.